السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. ما شاء الله عليكم، الكل إعلامي هنا، أنا أشوف الكل عنده السناب والإنستغرام فنرحب فيكم ونجدد الترحيب فيكم مرة أخرى. أمسيتنا الليلة الشبكات الاجتماعية ودورها الاجتماعي. لا شك طبعا تعد وسائل الإعلام المرئية المسموعة مقروءة مهمة في مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع، وفي ذات التأثير ولها تأثير كبير على جميع الجماهير المتلقين بشكل مختلف طبعا، والمتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم الفكرية والأكاديمية والاجتماعية. هذا ما يكسبها أهمية في عملية بناء المجتمعات، ويمكن الزعم بأنها أحد العناصر الأساسية في المساهمة في تشكيل ملامح المجتمع. وإذا كان دور وسائل الإعلام في أي بيئة مجتمعية يتحدد بالأثر الذي يمكن قياسه لهذه الشبكات الاجتماعية، فمن الممكن أن نقسم هذه الشبكات إلى شبكات إخبارية مؤثرة لها دور مؤثر وفاعل، وشبكات إخبارية ليس لها دور مؤثر وغير فاعلة. ناخذ بس مقدمة بسيطة. ظاهرة التفحيط اللي تداولتها المواقع الإخبارية في الفترة الأخيرة، ما أدري إحنا كيف إحنا تعاطينا مع الظاهرة هذه. كان ضحيتها أحد أبناء الوطن، كان ضحيتها أحد أبناء القطيف. إحنا هل تناولنا هذا الجانب من ناحية إيجابية، وهل هناك أقلام تحركت في هذا الجانب؟ بنبدأ بنبدأ بسيطة عن الإخوان، نتعرف عليهم. شوف بث الواحة نبدأ فيه أولا مع أستاذ بشير، معروف جميل. الأستاذ بشير حسن التاروتي، رئيس تحرير صحيفة بث الواحة، متخرج من جامعة الملك عبد العزيز مرتبة شرف في تخصص إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية، حاصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي كممارس للعلاقات العامة والإعلام من جامعة جورج واشنطن، حاصل على جائزة أفضل مدير مشروع بالمملكة العربية السعودية، أيضا مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة مرافق بالجبيل وينبع، الأمين العام لجمعية القطيف الخيرية، عضو اللجنة العليا في العديد من الأنشطة الاجتماعية منها واحتنا فرحانة ومهرجان الأصالة والتراث، أيضا كان سابقا رئيس اللجنة الإعلامية بجائزة القطيف والإنجاز. نرحب فيك يا أستاذ بشير. وأشكر على رأسكم المهندس جعفر الشاي أبو هادي على الاستضافة وعلى الموضوع الشيق، وإن شاء الله نقدم اللي فيه ما يفيد الجميع بإذن الله. شكرا لك أستاذ بشير. ننتقل إلى جهينة الإخبارية. ليش سمتوها جهينة؟ جهينة الإخبارية كان الفترة في الكويت في برنامج إخباري بعد الساعة 4، وعنده جهينة الخبر اليقين. جميل. كان يقدمه واحد اسمه أحمد سالم توفى الله يرحمه، وواحد اسمه ناعس الجندي. فعنده جهينة الخبر الأخير رسخ في ذهني من يوم كنت في الابتدائي، فعلى هالأساس بنينا اسم الصحيفة على البرنامج الإخباري. جميل أستاذ زهير. أستاذ زهير علي العبد الجبار، رئيس تحرير صحيفة جهينة الإخبارية، حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تقريبا تخرج في العام 1998، يعمل حاليا أو منذ 17 عاما في شركة سابك في قسم تطبيقات الأعمال العالمية. أسس في أواخر 2011 ميلادية صحيفة جهينة الإخبارية، قدم العديد من الدورات التقنية منها الحفاظ على أمن المعلومات الشخصية، أساسيات التعاطي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، الحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات على فيسبوك، أساليب وطرق البحث العملية على موقع جوجل. رحب فيك أستاذ زهير ونرحب في جهينة. لطيف اليوم، لازم الصباح نطلع عليكم نشوفكم كل يوم. نرحب بالأستاذ السيد ماجد السيد أمين الشبركة،
رئيس تحرير صحيفة القطيف اليوم. السيد ماجد متخرج من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، تخصص إدارة التنظيم والتطوير. هو مؤسس ومشرف على جوال الترجي التابع لنادي الترجي بالقطيف على مدى 8 أعوام، وهي الخدمة الإخبارية التي كانت تبث أخبار المناسبات العامة الثقافية والاجتماعية عبر SMS سابقا. أيضا عضو مؤسس لتطبيق القطيف اليوم الإخباري الذي يهتم بنشر أخبار محافظة القطيف، صحفي بجريدة الوطن على مدى 2 عامين، صحفي بجريدة الشرق منذ انطلاقتها عام 2011 حتى الآن، بالإضافة لكونه مهندسا تقني في شركة هليبرتون لخدمات الطاقة والنفط. نرحب فيك سيد ماجد. يا أهلا ومرحب، وأهلا وسهلا فيك وفي جميع الأخوة والأخوات الحضور. نرحب فيكم أيها الأحبة. نبدأ بالسؤال المعتاد عادة، خلينا نتعرف عليكم، نتعرف على جهدكم، نتعرف على صحفكم. نبدأ تعريفية تقريبا لمدة 2 إلى 3 دقائق، تحدثوني فيها فقط، تعرفوا المجتمع عن ماذا يحدث من خلف الكواليس أو من يقوم على هذا الجهد الجميل اللي إحنا دائما بننتظره. تفضل الأستاذ بشير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ما نطول عليكم ونقدم المفيد. طبعا صحيفة بث الواحة تتبع إلى شركة بث الواحة لتقنية المعلومات ضمن مثل ما نقول الشروط الجديدة، الاشتراطات الجديدة لوزارة الإعلام، لابد أن تكون الصحف تابعة إلى شركات قائمة بدورها. طبعا تعتبر الصحيفة مثل ما أنتم عارفين كان اسمها سابقا برودكاست أخبار القطيف، البادرة الأولى من نوعها والتي أسست على من جانب تقني، أسست عام 2010 بفكرة من الأستاذ توفيق التاروتي ومجموعة من الشباب. نعتبر جهة رسمية لها موقعها على أرض الواقع وخاضعين لأنظمة وزارة التجارة ووزارة الإعلام واللوائح الجديدة. مكتبنا فوق الأحوال المدنية المبنى القديم. أهدافنا أنه ننشر الأخبار الاجتماعية، رصد أبرز العناوين، وأيضا تغطية الأنشطة الاجتماعية ومساندة دور الجمعيات وعرض الفرص الوظيفية وغيرها. نحن أول من استخدم تقنية الحديثة بالمنطقة والدقة والمصداقية، ونغطي جميع أخبار المنطقة بتنوعها إن شاء الله، مشتركين من القطيف وخارجها، وحصلنا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لفئة الأخبار نيوز من موقع الأبل ستور عند انطلاق البرنامج في أيامها الأولى، كما حقق 5 نجوم حسب تقييم الأبل ستور، كما حصلنا على 10 الأوائل في التحميل الساخن عند انطلاق البرنامج في أيامها الأولى من الماركت. طبعا عندنا شراكة مع شركة النوخدة الكويتية التي تعنى بعمل تطبيقات الأجهزة الذكية، هذه واجهة تطبيق البث الواحة، وإمكانكم أيضا تختاروا الأقسام، لكم حرية أن أي أحد يعجب أي قسم يقدر يشيله ويقدر يحطه في أي مجال. يعني أقسامنا متنوعة، راح نذكرها إن شاء الله في 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 الداخل إن شاء الله في الأسئلة. لدينا أكثر من 400,000 مشترك ضمن الإحصاءات الأخيرة اللي موجودة في الأبل ستور والماركت. مثل ما أنتم شايفين هذا الأبل ستور أول ما نزل التطبيق، التثبيت كان ماخذ الدرجة الأولى، الريت 5 ستار، وهذا أيضا في الأندرويد كان أول تطبيق إخباري في عدد التنزيلات. ونسعى جاهدين لخدمة نشر أخبار المنطقة وخدمة شريحة المجتمع إن شاء الله. أستاذ بشير تاروتي، شكرا جزيلا لك. ننتقل أستاذ زهير. تحدثنا عن جهينة. أستاذ زهير، خبرنا عن جهينة، الخبر اليقين، خبرنا عنها، تفضل. تأسس صحيفة جهينة الإخبارية في أواخر عام 2011. في الواقع كثير من الفعاليات الاجتماعية التي تزخر بها المنطقة بحاجة إلى تغطية والالتفات، يعني المنطقة هذه بحاجة إلى أكثر من صحيفة إلكترونية. أدوارنا حاليا في قطيف اليوم وفي جهينة وفي بث الواحة أدوار متكاملة. مهمتنا الأساسية، مهمة صحيفة جهينة الإخبارية وأظن كذلك مهمة باقي الصحف الإلكترونية، هي تغطية أخبار المنطقة وتسليط الضوء
عليها ومحاربة أو مقاومة أساليب التهميش الممارسة ضد هذه الأخبار خاصة في القطيف تحديدا. عندنا أقسام كثيرة من ضمنها الأخبار المحلية والفعاليات، وعندنا أقسام متعلقة بقسم الرأي والفعالية والاستشارات الطبية أو الغذائية والاستشارات الأسرية والتربوية. هذا بالمجمل هو النشاط العام للصحيفة. في كلام بحكي عنه بس إن شاء الله لما يجي دورنا في الورقة العامة ما نبأحرق المراحل. فهذا بشكل عام تعريف بالصحيفة. لك الشكر الجزيل أستاذ زهير. تعريف بسيط قبل ما يكون حامل وطيس قدام. حننتقل الآن للأستاذ السيد ماجد. السيد ماجد، حدثنا عن صحيفة القطيف اليوم سيدنا. القطيف اليوم هو تطبيق أخباري وليس صحيفة. تطبيق أخباري، طبعا تطبيق أخباري كبقية التطبيقات التي تعمل في المنطقة، تقدم أخبار، تهتم بالشأن الثقافي والاجتماعي والرياضي لمحافظة القطيف، وتحاول أن تبرز ما تقوم به اللجان والأفراد وكل العاملين في المنطقة، تحاول أن تبرز جهودهم وتقدمها إلى المجتمع. يعني دورنا دور كبقية كما ذكر الأخوة، يعني بقية الأخوة لا يختلف كثيرا عن هذا الدور. جميل، لك الشكر الجزيل سيدنا. نرحب فيك ونرحب في القطيف اليوم ونرحب في جهينة ونرحب في بث الواحة. نتعمق شوية، ندخل في الأسئلة الصاخنة شوية بس نسخن في السؤالين الأولين. ماذا قدمت صحفكم في مجال توعية الجمهور من ناحية صحية تربوية ثقافية أرشادية؟ بترك لكم المجال للإجابة على هذا السؤال كيفما ترونه مناسبا. أستاذ بشير، ماذا قدمت الصحف إلى المجتمع؟ سؤال كبير جدا تختصر فيه الإجابة، ونقول إن ما قدمنا لسه في الشيء اللي يرغب فيه الجمهور أو لسه ما قدمنا اللي يطمح فيه الجمهور. إحنا نطمح لنا نغطي جميع فعاليات المجتمع. المجتمع القطيفي بحد ذاته مجتمع نشط ومجتمع حي، دائما يضرب فيه المثل في جميع المناطق، مناطق المملكة. التطبيقات الإخبارية والصحف ثلاث تطبيقات أو شبكات لا تكفي لتغطية جميع أنشطة القطيف، بل يتطلب أنه إحنا نحبذ أن غيرنا يأسس أيضا شبكات وغيرهم. من طرفنا احنا في بث الواحة رعينا جميع الفعاليات. اساسا احنا في بث الواحة خرجنا من صلب فعالية مجموعة شباب كنا في واحتنا فرحانة في لجنة الإعلامية، ووجدنا كل واحد عنده مثل ما نقول موهبة، فطورنا هذه الموهبة واسسنا صحيفة بث الواحة. فاحنا اهتمينا في تأسيس صحيفة بث الواحة للاهتمام بالأشياء الاجتماعية. رعينا جميع المسابقات، تم التعامل مع عمل رعايات مع جميع الجهات الرسمية، ولله الحمد أيضا شاركنا في تأسيس أغلب في وظائف كثيرة لدى ذوي الدخل المحدود والأسر المنتجة من خلال دعمهم، من خلال نشر أخبارهم مجانا. وأيضا عملنا تقارير مختلفة عن شخصيات من المنطقة تم التفاعل معها بشكل أو بآخر. فدور الشبكات مثل ما قلت لك دور كبير وتطلب أنه يكون أكبر إن شاء الله. جميل. جهينة الأخبارية، أستاذ زهير. يعني في المجال الصحي احنا عندنا قسم خاص أو متخصص في الاستشارات الغذائية. جميل. نتلقى فيه كثير من الاستفسارات بخصوص الطريقة المثلى للتخسيس أو لعلاج مرض معين، تشرف عليه الأستاذة أو الدكتورة ريدة الحبيب. جميل. في المستشفى الصادق. كذلك كثير من الفعاليات غطيناها بما فيها خبر مثلا فقر الدم المنجلي ومعاناة الناس اللي يعانوا فيها في مستشفى القطيف، ولقت صدى كبير هذا بخصوص الأمور الصحية.
جميل. وش بعد عندك؟ الأمور الاجتماعية. الاجتماعية هي تغطية الأخبار والفعاليات الاجتماعية. إحنا نعلن عن الخبر وعن الفعالية بالتاريخ والوقت بما فيها هذه الفعالية، وكذلك نغطي الفعاليات تغطيات مصورة وتغطيات صحفية. بعض الأحيان الجهة المتصدية لهذا العمل ترسل لنا التغطية مكتوبة، إحنا نعيد صياغتها وننشرها. وبعض الأحيان نرسل مراسلين لتغطية هذه الأخبار. بالطبع ما نقدر نغطي كل الفعاليات، زي ما تفضل بالأخوة، المنطقة تزخر بالفعاليات وتزخر بالأنشطة، ولا صحيفة ولا سنتين ولا ثلاث تقدر توفي البلد حقها في التغطية. جميل، لك الشكر الجزيل. سيد ماجد، ماذا قدمت القطيف اليوم من ناحية اجتماعية وتربوية في مجال المجتمع؟ في وجهة نظري القطيف اليوم كبقية الشبكات، الأخوة في جهينة وبث الواحة وبقية الشبكات الأخرى الموجودة، هي مارست فقط دور النقل والتوثيق للحدث. جميل جميل. لا أكثر ولا أقل. قد تكون ساهمت في الإشهار أو الإعلان أو حث الجمهور على الحضور في الفعاليات الثقافية والاجتماعية، أو إيصال بعض الرسائل الصحية من قبل المهتمين مثلا بهذا المجال. أما كدور مارسه الموقع أو مارست بقية المواقع، في وجهة نظري، أنا ما أحب أتكلم بالتخصيص يعني عنه، في وجهة نظري لا دور قامت به هذه الشبكات نهائيا في خلق رأي عام اجتماعي توعوي في المجال الصحي أو الثقافي أو الاجتماعي. طيب، فقط مارست دور النقل والتوثيق. طيب، هل معنى ذلك أنك ترى، أنا طبعا في أتوقع أن أحتاج أن أسأل الجمهور الرائع، هل ترون أن في عندنا فعاليات مكررة في المجتمع؟ يعني تدخل على بث الواحد تشوف نفس الوجه، تروح في القطيف اليوم تشوف الرجل نفسه واقف وحاط حبتين، وتنتقل إلى موقع آخر نفس الحكاية، بس يمكن تكون مصاغة بطريقة أو بأخرى، مغيرين العنوان ومغيرين المقدمة ورامينها في الميدان، نفس الصور بتشكيلة مختلفة. هل عندكم ملل من الفعاليات هذه اللي هي أنك تشوفها مكررة في كل التطابيق الإخبارية؟ يعني أدخل أنا في كل موقع إخباري ألاقي صورة فلان أو صورة كذا أو صورة المجسم الفلاني، هي نفسها مكررة فقط مصاغة، صح؟ ما تشاركوني الرأي؟ ما أحد يشاركني الرأي؟ ها؟ من يشاركني الرأي أن عندنا فعاليات مكررة قد تكون في أكثر من موقع؟ ها، بس أعطيني بس إيدك تشاركني الرأي. أوكي، أبو محمد المطلق. من أبو محمد؟ زين. هذا يمكن مثل ما جميل. هو في الحقيقة أنا ودي أذكر حاجة يعني بسيطة قبل ما ندخل شوية فنتعمق في السؤال الثاني، وشوية حار شوية. أنا أشوف أن الجماعة في الحقيقة يبذلوا جهد، والله ليس بالبسيط، والله إن ما يناموا هذين اللي معاي الزملاء، ما يناموا. أنا قاعد من النوم. توك صح من النوم؟ تبغى تكذبني؟ أنا نايم العصر. يعني يبذل الجهد الكبير فعلا، هو جالس يقود، أنا أراه أنه هو ماسك قيادة وجالس يقود تأثير في المجتمع، فلازم يحافظ على هذه الثقة وهذه المصداقية من أجل الوصول بهذه الصحيفة إلى بر أمان، ويتحرى الدقة. أنا ما أضيف موضوع تكرر الفعاليات، يعني تكرر الوجوه في جهينة وبث الواحة وقطيف اليوم، هذا شيء طبيعي وعادي. يعني لا تطلب مني كصحيفة ان اذا وصلتني فعالية او خبر ان ما انشرها مدام بث الواحة وقطيف اليوم نشروها، لازم انشرها. من واجب عدم تجاهل اي فعالية حتى لو تكررت. وزيادة الخير خيرين، خلي لكل صحيفة اخبارية ولكل موقع اخباري الى جمهوره. مثلا انا أتابع جهينة يوميا، يعني فبالتالي أنا من جمهور جهينة، والسيد يتابع موقع، أو الناس يعني في شريحة كبيرة تتابع موقع قطيف اليوم أو تطبيق قطيف اليوم، شريحة كبيرة هم بعد تتابع بث الواحة وكذلك جهينة. مو بالضروري يتابع جهينة اللي يخش بث الواحة والعكس صحيح، وقطيف اليوم. فبالتالي كل تطبيق جمهوره، وأنت تستهدف جمهور هذا التطبيق.
مثل الصحف تماما. نعم. انا ممكن اقول انه انا اشوف انه في التطبيقات بدأت في التأثير على في الرأي العام في بعض المواضيع والقضايا في داخل المجتمع. احنا كانت لنا تجربة في بث الواحة في بعض الأخبار نشرناها أثرت في الرأي العام. أتكلم مثلا عن مرة نشرنا صورة امرأة تنبش القمامة داخل القطيف، هذه أثرت على الرأي العام، قاموا يبحثوا عن المشكلة للجمعيات يشوفوا وين هي بالضبط هذه المرأة، هل هي محتاجة، هل هي متعففة. فالرأي العام أثر على الجمعيات بحيث أن هي تبحث عن الحالات هذه المتعففة اللي ما تزورهم. أيضا في لو تتذكروا صدقة الخبز، أحد الأخوان من العوامية كان دائما ناشر صناديق أو نقدر نقول حاويات للخبز، كان ما حد يدري عنه، نشرنا عنه خبر وصل إلى أنحاء المملكة، وجتنا شركة من الدمام جولنار جميرة وعملت له فيلم مجاني بحيث أنه ينشر ثقافة الخبز. فأنا أقول أنه في بعض الأمثلة أنه الشبكات قاعدة تأثر على الرأي العام وتأثر على الناس اللي موجودة في متتابعينها. يعني سيد ماجد، ممكن تخبرني أصعب قرار اتخذته كده في مجال الإعلام، أو ممكن يعني نتناول موضوع أكثر خبر ممكن لقي صدى واسع، قرار صعب في حياتك إعلاميا؟ وطبعا أصعب قرار اتخذته يعني على مدى تقريبا 15 عام أنا حين شغال في الإعلام في مجال الإعلام، هو قرار نشر خبر العملية الإرهابية اللي تمت في القديح. اي فأول ما حصلت العملية هذه، كون انك تطلع خبر الى الناس او للجمهور تقول لهم ان في عملية إرهابية وفي كذا، يعني قرار بهذا الحجم الى تداعيات يعني إلى منعطف خطير جدا يعني على المجتمع، منعطف أمني، منعطف اجتماعي، منعطف ثقافي. فكان اتخاذ القرار بأن احنا نطلع أن في فعلا، لا تنسى أنه هو حدث احنا ما احنا معتادين عليه، لأول مرة يحدث هنا وما حد كان يتوقع. فكان اتخاذ القرار صعب جدا يعني، لدرجة أني جلست ربع ساعة أفكر في أكتب لا أطلع لا، لأنه يمكن قد يكون هذا القرار يقضي، لو كان غير صحيح كان يقضي على جميع ما بنينا في السابق خبر واحد. فهذا هو أصعب قرار اتخذته، وهو أكثر خبر تم تداوله يعني في نفس اليوم أعتقد اللي زاروا الخبر مليونين شخص، خاصة وأنه انتقل إلى يعني سبب العدد المهول هذا للزيارات هو أن الخبر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر إلى فيسبوك إلى كذا، وكان خبر غير معتاد وخبر مفاجئ جدا وصادم إلى الجميع، لذلك حظى بالأهمية هذه وللانتشار الواسع هذا. للشهداء الرحمة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن من شر الغاشمين. معلش رايح أفتح لكم المجال للحوار، تفضل. يعني إذا ما كنت تدري عن الحدث، إذا كان ما أنت متأكد من الحدث، ليش ما مثلا عكت الجهات؟ ما فهمت عليك. رجعت في نشرة وعلى النشرة يكون يعني ما كنت متأكد. لا، المسألة مش مسألة أن الخبر صحيح أو مو صحيح، الخبر أنا تيقنت من صحته، ولكن أنك تتخذ قرار بالإعلان عن عملية إرهابية وتسميها أنها هي إرهابية هو قرار يعني صعب جدا. يعني تخيل مثلا لو كانت في ملابسات معينة أو ظروف معينة إلى الحدث، واتضح أنها مش عملية إرهابية، إيش اللي بيكون بصير؟ جميل. جهينة، الأستاذ زهير، تخبرني عن أكثر خبر لقي صدى واسع في جهينة الإخبارية. والله هو هذا الشيء مضحك واقعا. أكثر خبر لقى صدى واقع هو مضحك ومؤسف، يعني شر البلية ما يضحك. يمكن 2012 أو شيء، واكبنا حالة التوترات الأمنية اللي كانت في المنطقة،
فكان في بعض الأخبار المتعلقة بتشييع جثامين بعض الضحايا اللي صارت في المنطقة. هذه الأخبار بطبيعة الحال تلقى حضور، تلقى إقبال، ولكن في نفس الوقت صار في تشييع جثمان واحد من المؤمنين توفى، وصادف أن في طير على جثمان هذا المؤمن، يعني ملازمنا مو راضي يطير، ونشرنا الخبر بفيديو. إلى يومك هذا هو أعلى خبر تداول، يعني عدد زيارات فيه فاق بمراحل زيارات الخبر اللي تناولنا فيه تشييع بعض الضحايا العنف في المنطقة. فهذا أكبر خبر لقى زيارة في حينها. بعدين صارت بعدين أحداث يعني سرقت الأضواء وصار في أعلى منها. جميل. مثل واحد خبرني، أعطيني يا بشير. والله إحنا من خلال بث الواحة في عندنا قسم الإحصاءات موجود، يقدر يطلع لنا أسبوعياً شو الأخبار، أو نقدر نقول كل أسبوع أو بداية أسبوع نشوف شو الأخبار اللي ضربت خلال الأسبوع اللي فات. أساس نركز على نفس الكونسبت، أو نقدر نركز على نفس المجال اللي يحبوه متابعينا. لاحظنا أن أغلب الأخبار اللي يحبوها الجماهير الأخبار الأمنية، الأخبار الإنسانية، مثل ما قلت لكم الخبز والمرأة النابشة القمامة، وأيضا لما نشرنا الخبر الأخير اللي مطعم النسائي اللي كان في المحدود اللي أسسوا مجموعة نسائية، هذا أيضا الخبر تداول. وأنا أؤيد كلام السيد ماجد، الأخبار اللي في بداية ما صارت الأحداث التفجيرات اللي صارت هي أكثر نسب مشاهدة في من خلال التطبيق. أبغى خبر. طبعا ممكن أنا أقول لك خبر مضحك، ما أن السيد ماجد تطرق إلى موضوع، تتذكروا خبر أجلكم الله القرد اللي تجول في القطيف؟ هو خبر مضحك، ويعني أكثر من شهر أو شهرين كان يتجول من منطقة إلى منطقة، فكانوا الناس يتداول الخبر بأسرع بسرعة البرق يعني. جميل. ناخذ استراحة كده مع الجماهير الأعزاء، ونشوف نستقبل الأسئلة الجميلة كده على 10 دقائق إذا سمحتوا لي. ناخذ 3 أو 4 مداخلات. الاسم الكريم والمركز إذا تفضلت. جد المزين معلم، أهلا فيك. كانت لنا تجربة في تأسيس الموقع جمعية العوامية الخيرية اللي هو عوامية CH.org. لاحظنا أن الأخبار المنوعة في نفس، طبعا الأستاذ زهير بعد على اطلاع تام بالموضوع، لاحظنا على إذا في أخبار منوعة في نفس المواقع هذه فيتجذب كثير من الجمهور. يعني حتى مقال مثلا طريف ولا شيء، يعني التنوع في المواقع هذه مطلوب فعلا، على اساس البعض يدخل يبغى يبحث عن اخبار طريفه، البعض هذا شيء يعني لازم يكون منوع، ما يكون جامد الموقع بحيث انه يعني ينزل عليه الشخص وهو ده. طبعا مع تقديرنا الكبير لجهود الاخوه الكرام. يعني فيها ملاحظه ثانيه بالنسبه للمراسلين، ما أدري طبعا هي خطوة كبيرة جدا، يعني هذه قضية المراسلين. يعني مثلا موقع عنده مراسل، مثلا نفترض أنه في كل بلدة في كل مدينة في عندهم مراسلين. أستاذ ماجد، أغلب الصحف الموجودة الآن مرخصة وعندهم مراسلين تقريبا في كل الاتجاهات وفي كل المواقع، حتى مش بس هنا، بيكونوا حتى في الخارج أيضا، يعني في أمريكا، في نيوزيلندا، في أستراليا، في مواقع أخرى أيضا بيكونوا حتى قريبين منهم لإرسال ما يخص المبتعثين. لكن الملاحظة الآن بعض الأخبار الاجتماعية تفوت المواقع هذه لأن ما في مراسلين يغطوها يعني بطريقة مهنية. يعني ما أدري بالنسبة للإمكانيات ولا لا، لكن هي صورنا خطوة ضرورية. جميل. الأستاذ ماجد شكرا جزيلا لك. نأخذ مداخلة ثانية، تفضل أبو هادي. شكرا لكم جميعا، شكرا للزملاء الإخوة الحضور مسؤولي الشبكات. يعني كنت آمل أو أتمنى أو أتوقع يعني بأن حديث مسؤولي الشبكات يعني يتناول قضايا أكثر عمقا فيما يتعلق بالعمل الإعلامي ودور هالشبكات في التأثير والتحول على في المجتمع، من المتابعات للصحافة يعني الصحافة الورقية
التي تهتم بالقضايا الوطنية الكبرى إلى دور الشبكات المحلية التي يتابعها الواحد ممكن كل 5 دقائق مو مرة في اليوم يعني، فهي قريبة منا ويعني تأخذ من اهتمامه الشيء الكثير. هذا تحول كبير يعني في متابعة الفرد وفي تدوير الأخبار المحلية، ولعله أيضا في التأثير يعني على توجهات وعلى صناعة الرأي في المجتمع. فكنت أتمنى يعني يصير تركيز على هذه التجربة وهذا الدور. هل بالفعل الشبكات الأخبارية المحلية قامت بدور إيجابي في المجتمع وساهمت بتوعية وساهمت بتصحيح مسارات، أم أنها يعني مجرد هواة يعني مثل أي موقع إخباري آخر الواحد يطالع ويمشي عنه؟ يعني أظن هذا الجانب المهم. النقطة الثانية، أظن بأن الحديث مع أن بعض الإخوة يعني لامسوا بعض هذه الجوانب ولو بشكل سريع، أن الشبكات الاجتماعية هي ليست فقط ناقلة للخبر وإنما هي مساهمة في استقطاب الكثير من الطاقات الإعلامية وتربيتها وتهيئتها من ناحية العمل التصوير والمراسلة في الكتابة، وكتاب الرأي اللي ما يكتبوا ممكن في الصحافة الورقية يكتبوا في الشبكات الإخبارية المحلية. يعني ساهمت بجهود أخرى قد لا تكون واضحة أمام يعني المتابعين. فكنت أتمنى يعني التركيز أعمق على بعض هذه الجوانب وبعض هذه القضايا في الحديث. شكرا. أنا أجاوب لك أبو هادي على هذا. وعموما المحور الثالث إحنا بننتقل فيه إن شاء الله بعد قليل يتناول تقريبا الجانب هذا من ناحية التعامل المجتمعي أو الجمهور، هم رأس المال بالنسبة للإعلاميين عموما، فإحنا بنتطرق له الآن وداخلين فيه. نأخذ مداخلة ثالثة. نبغى نعرف أولا طبعا الصحف الثلاث هذه الموجودة في البلد هي تعتبر علينا تجربة جديدة لسه محتاجة كمان فترة وفترة إلين تأخذ وضعها الطبيعي على مستوى المملكة وعلى مستوى الأقليم. اللي أبغى أعرف أنا شخصيا مين اللي يدعم الصحف هذه؟ هل هي جهة معينة مثلا وزارة الإعلام، شركات كذا، وهل هي صحف ربحية استثمارية أو على باب الله فلوس؟ أوكي فري جود. الشغلة الثانية إلى جهينة، لأن جهينة ماسكة النص يعني ماسكة السنتر، في هجوم كبير على جهينة ومن جهة معينة يمكن، تمام؟ وما أبغى أخوضنا في الموضوع الهجوم، وللأسف يمكن الهجوم هذا جاي كله في واحد من الشباب للأسف الشديد، مع أنه ما له ذنب الله يشهد. نبغاكم يعني أنتوا تقولوا لنا يعني تبغى متحدث إعلامي مثلا يطلع، لا مثلا حاطين واحد مثلا في الواجهة، تمام، وجهينة هي أكبر صحيفة ملاقي هجوم في البلد. سوري يعني تتوقع شنو الأسباب؟ هل هو والله ما أتوقع يعني يسووا استبيان هم وشوفوا يعني أنا أشوف هذا التول الصح إنه هو يسووا استفتاء استبيان. أوكي والله السيد ماجد أنا كل يوم الصباح أول ما تفتح عيوني لازم أروح لصحيفة السيد ماجد، لأن في فعلا الخبر اللي ما أتمنى أشوفه لكن نضطرنا لازم نشوفه. أوكي علم عشان أضع السالفة بس يا مستر زهير. أوكي شكرا. أولا أشكر الجميع على الأسئلة اللي طرحوها المهمة جدا. قبل ما أرد على السؤال الأخير برد على سؤال الأستاذ ماجد المزين وتحدث عن دور المراسلين أو غياب المراسلين للصحف الموجودة هنا في المناطق القطيف. طبعا أعتقد أنا إحنا زي بقية الشبكات أعتقد أن إحنا نعاني من قلة المتخصصين أو العاملين في مجال الإعلام، قلة الصحفيين وليس المحررين القادرين على كتابة الخبر، مع أن هناك دور كبير يعني بدلوه الأخوة وجهود كبيرة في صقل يعني محاولة صقل صحفيين جدد أو اكتشاف مواهب
فأنا يعني بالذات الأخ حسين، أعتقد حسين العلق قام بدورات كبيرة وجهود كبيرة في البلد، والأستاذ بعد جعفر الصفار موجود هنا أعتقد، فبذلوا جهود كبيرة جدا يعني يشكروا عليها، ومع ذلك المنطقة لا زالت تعاني يعني من هذا الشيء، موضوع المراسلين. بقية الأسئلة أنا بأحيلها الأخوة، ولكن الهجوم على جهينة وبقية الصحف، الحقيقة هو الهجوم على جهينة، ليس جهينة فقط الهجوم عليها، يمكن الأبرز أو الظاهر هو الهجوم على جهينة، لكن كل الصحف تعرضت لهجوم، وكل هجوم أخذ منحة ومحاولات إغلاق كل الصحف. أعتقد بث الواحد تعرضوا إلى يعني هجمة شديدة، ممكن خلتهم هي حتى هي اللي يغلقوا فترة ويحولوا مسارهم إلى يعني إلى بث الواحة أو شيء من هالقبيل. وإحنا كذلك تعرضنا إلى هجمة كبيرة جدا، يعني يمكن وصلت الهجمة إلى جميع الشبكات الأخبارية العالمية، محاولة تزييف إصدار نسخة إلى المزيفة من الجوال إلى من التطبيق أقصد على الجوالات ومن هذا القبيل. فللأسف كل الهجمات هذه مصدرها القطيف، بس من هي الجهة اللي قائمة الله أعلم، يعني ما نبغى نتهم جهة، ولكن يبدو أن العملية ممنهجة يعني على الشبكات ككل، وكل شبكة أخذت نصيبها وبطريقة معينة يعني أو بشكل معين. المايك بس زين. أنا شوي لو قبل أبو حسن، قبل لا يتفضل أبو حسن، تفضل زهير. مداخلته يعني بخصوص الهجوم على الصحيفة الجهينة الإخبارية أو باقي الصحف الإخبارية، هذا هو دليل صحة ودليل تعافي. لو لم تكن منتج وفاعل ومؤثر لما هجموك، فالشجرة المثمرة هي اللي التي تعرض لها النعل زين. فكثير من الصحف الإلكترونية تعرضت إلى الهجوم بطرق مختلفة زي ما تفضل السيد ماجد. في نقطة الداعمين أنا بتكلم عن جهينة، أنا ما أعرف، أنا الأخوان يستلموا رواتبهم، بس جهينة هي دعم ذاتي بحت، الإعلانات بالكاد تكفي يعني ما تمثل 10% من المصروفات، الإعلانات قليلة، ليش تابع جهينة إعلاناتنا قليلة، فهي دعم ذاتي. احنا والحمد لله عندنا بعض الميزات اللي ساعدنا على تجاوز مسألة الدعم المادي، وهو ان احنا نجمع خبرة صحفية ونجمع خبرة تقنية. انت اذا بتنشئ موقع الكتروني يحتاج تحمل هم البرمجة حق الموقع، يحتاج تحمل هم الاستضافة ودفع الاستضافة، ويحتاج تحمل هم توفير الخبر الصحفي، كل هذه الامور متوفرة بجهود ذاتية، فتحمل عنا عبء كثير، ولكنها متعبة ومكلفة ومجهدة في نفس الوقت. ما بقي من ذلك نتحمل احنا شخصيا من رواتبنا الشخصية. هذا بخصوص الدعم. اذا في طبعا هذه مناسبة جيدة، يمكن واحد لو يسوي قطية ويسوي دعم ما عندنا اي مشكلة، ونوزع على نبدا من هنا عند ابو هادي نشوف احنا. بس ما حد بشير، بس انا في شغله بعد لو سمحتوا لي شويه، سمح لي مدير الجلسه، انا اشوف الاستاذ محمد بشير مجهز باوربوينت عتيد ودي اشوفه، وكذلك انا مجهز كلمه او جهز ورقه صغيره هم تاخذ لها من 10 الى 15 دقيقه، والسيد كذلك سيد ماجد، فما ادري اذا في مجال واحد يطرح الورقه ويتحدث الكلام هذا، ما ادري ممكن يثري. هو اللي انا توقعت ان الطريقه بتصير بهالاسلوب، كل واحد يتحدث عن ورقتي اللي مقدمينها، بس صرنا رحنا سؤال وأسئلة بعضها خفيفة يعني في يحمس الجو. أنا أشوف يعني لو بالإمكان الوقت قاعد يمشي أن نعطونا رؤيتكم، يعني ما نبغى بس يعني إجابات على أسئلة سريعة. عموما النشاط الإخباري إدارته تكون بطريقة حوارية وليست إلقائية، يعني عندنا جمهور ومتحمسين ويعني وتطابيق إخبارية محلية مؤثرة في المجتمع، أنا أرى يعني عملية إدارتها بطريقة حوارية. تفضل أخ الكريم، الاسم الكريم والمركز. يعني أنا في البداية أولا أود أشكر منتدى الثلاثاء والقائمين على المنتدى على جمع الشبكات الإخبارية المحلية،
وأتمنى أن تكون هذه بادرة للتواصل بين القائمين على الشبكات. يعني هذا اللقاء أتمنى أن يكون هو بداية تدشين لمرحلة أو للقاءات متواصلة بين أصحاب هذه الشبكات. لماذا؟ منطقتنا أو بيئتنا يعني في الحقيقة فيها تحديات كبيرة، وأعتقد جميع القائمين على هذه الشبكات يدركون هذه التحديات، وبالتالي هذه التحديات تفرض على أصحاب الشبكات أن يتعاونوا، أن ينسقوا فيما بينهم، وأن يبرزوا النشاط الموجود في هذا المجتمع الذي لا يراد له أن يبرز بصورة تلقائية وطبيعية، وبالتالي هذا تحدي من التحديات. نقطة بس أريد أتكلم فيها عن أهم أو واحدة من أهم الوظائف في تقديري للشبكات الاجتماعية أو الإعلامية في منطقتنا، هي تقريب وجهات النظر بين الناس المختلفين في مجتمعنا السعودي. تلحظون أن هنالك آراء وتباينات مختلفة وتوجهات مختلفة تصل في كثير من الأحيان إلى حد التصارع، لا أحكي عن منطقة القطيف فقط وإنما في المملكة ككل. أعتقد أن الإعلام المحلي، أن الشبكات المحلية تساهم بشكل كبير في تخفيف هذه الاحتكاكات وفي تقريب وجهات النظر. أعتقد هذه مهمة ينبغي بالفعل للأخوة القائمين على الشبكات إدراكها والإسهام بفاعلية في تقليل هذه الاحتكاكات وتقريب وجهات النظر. شكرا لكم. أحسنت أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك. بنوقف الآن المداخلات، بندخل في بس ممكن أجاوب على السؤال. هو عموما المحاور اللي قدام، بس احنا قلنا ناخذ استراحة ندردش معاكم كده عشان ما تشعروا بالملل، وبنرجع مرة ثانية هنا. في عندك مداخل أستاذ؟ بس أنا بس حاب أني أجاوب على الأستاذ صالح لمير دخل. طبعا مثل ما قلت لكم أنه بث الواحد تعتبر شركة، مو بس عندنا الصحيفة، عندنا أنشطة أخرى، تنظيم مناسبات وغيره وتقنية المعلومات، وأيضا احنا شراكة مع إحدى الشركات في الكويت، قاعدين نسوي تطبيقات أخرى، ففي دخل قاعد يغطي للصحيفة أيضا. جميل. نتناقش في محورنا التالي عن المعوقات التي واجهت عمل الصحف والتطابيق الإخبارية في القطيف. أحتاج إلى 5 معوقات، أو يعني يا ريت تكون على شكل نقاط. ما هو المعوق الذي يواجهكم في العمل الإعلامي في القطيف؟ لكم الحرية في من يبدأ أولا. بالنسبة للمعوقات، أنا يعني بخلط بين شيئين الآن، بين رغبة الأخوة وبين المعوقات. أولا يعني الشبكات الأخبارية في القطيف ظهرت مع انتشار الأنترنت عام 2000، يعني ثورة الأنترنت وانتشارها في المنطقة، فمساحة الحرية اللي ظهرت فيها كانت متاحة إليها، حالها حال غيرها من الشبكات الأخبارية في جميع المناطق اللي ظهرت، سواء في القطيف أو في المحيط الإقليمي عندنا، فما كانت تعاني من أي مشاكل من هذا الجانب، ما عندها أي معوقات تقنية، أو حتى مقص الرقيب كان بعيد عنها نوعا ما، يعني كانت مساحة الحرية عندها كبيرة جدا، يعني والناس الجمهور أو المتلقين كانوا في حالة تمرد على الإعلام السائد السابق، فوجدوا من هذه الشبكات الأخبارية اللي ظهرت في الأنترنت أو في السوشيال ميديا أو على التطبيقات الأخبارية الآن، وجدوها كمتنفس. فالمتابعين
وصلوا إلى أصحاب هذه الشبكات على طبق من ذهب، بعكس السابق كانت الوسائل الأخبار وسائل الإعلام كانت تبحث عن المتابع، تبحث عن القارئ، أما الآن لا، القارئ هو جاء عندك على طبق من ذهب، والطبقة المستهدفة كلها عندك. مع ذلك أنا أقول إن الشبكات الأخبارية في القطيف ما زالت يعني وضعت نفسها في عنق زجاجة معين ما خرجت منها، يعني حتى في كمجتمع في القطيف هنا لدينا عدة مكونات في القطيف ما قدرت توصل لجميع المكونات في القطيف، مع لا يوجد أي معوق، يعني سوى يعني قلة يمكن تكون اليد قلة المحررين أو الصحفيين، بس هذا بعد لا ما يعطي مبرر. ف أمام هذه الشبكات أنا أقول، وإحنا كمان أمامنا تحدي كبير يمكن جدا للانتشار ولتلبية الطموح، ولكن قد يكون هناك ظروف مثلا معينة مادية، مثلا تطرق للأمور المادية تمنع من هذا الانتشار فقط، أما ظروف أخرى لا يوجد، يعني ظروف أخرى لا توجد من الانتشار، المجال مفتوح والباب مفتوح إلى الجميع، ولكن لا يوجد أيضا أي معوقات أخرى. زهير، يعني أنا أشوف أن في معوقات لصاحب عمل أي صحيفة إلكترونية تعمل في المنطقة، يعني بداية لازم الواحد يتكلم عن البيئة المحيطة اللي تعمل بها الصحف الإلكترونية. إذا تكلمنا عن القطيف بشهادة الجميع، جميع من زار القطيف من الخارج ومن الداخل يشهدوا بأن هذه المنطقة تزخر بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتكاد تكون متميزة على مستوى المملكة بشكل عام. ينقل لي أحد الأصدقاء واللي هو مهتم بالشأن الثقافي أن استضافوا شخصية من الشخصيات من خارج القطيف في أحد المنتديات المحلية في القطيف هنا، ولاقى حضور كبير جداً. نفس هذه الشخصية تم استضافتها خارج القطيف أو خارج منطقة القطيف داخل المملكة، وبالرغم من الإعلان اللي صاحب زيارة هذا الشخص وكذلك الأموال التي ضخت لإنجاح هذه الفعالية، إلا أن الفعالية حضورها كان متواضع جدا قياسا بنفس الفعالية ونفس الشخصية في القطيف. أنتم الحين شوفوا أبو هاي جزاها الله خير ما يقصر، غراش ما يجيب لكم، يجيب لكم شاي، وحين توم قسمين شوية فطاير، هاي نحن مستحملين ونجي هناك مفاتيح ونجي والناس قليل، يعني هذا دليل إن دل على شيء، دل على إنه هو المجتمع هو مجتمع حيوي ومتفاعل. المشكلة إن في قبال هذا التفاعل وهذه الحيوية يقابلها تهميش من قبل الإعلام الرسمي المحلي، خصوصا الفعاليات المتعلقة بخصوصيتنا الثقافية والدينية. يعني مثلا في شهر محرم موسم كامل 10 أيام نتناول فيها قضية عاشوراء الإمام الحسين، الصحف المحلية ما تتناول هذه، أو لعم الأغلب ما تتناول قضايا عاشوراء لأنها تمثل خصوصية محلية لهذا المجتمع. إذا تناولوها يمكن يتناولوها يوم عاشر، يجيبوا عن صيام عاشوراء وعن بدعة الروافض، يجيبوا هالشغلة هذه. بس بشكل عام احنا في مواجهة تحدي محاربة هذا التهميش الموجود والممارس علينا. اتذكر احد المشايخ يمكن قبل 10 أو 15 سنة بدايات، يعني ما بدت تتفتش الامور شوي، كان يفاوض احد الصحف المحلية على ان يعرضوا صورته بالعمامة وبعدين اسمه يحطوا شيخ قدام ولا ما يحطوا. بس في الأخير مشى الحال، هذا في السابق يعني مشى الحال، الناس الحين المشايخ يكتبوا عمايمهم والناس بغترهم وقحافيهم ما حد عنده مشكلة. هذا يعني هذا عامل من عوامل أو التحديات اللي تواجه الصحف المحلية. في اللي زاد الطين بلة في 2011 وكلكم شهر، يعني قبل 5 سنوات مع انطلاق الربيع العربي، والربيع العربي اللي عصف بكثير من الدول العربية ودمر بعضها ودخل المنطقة كلها في تجاذبات إقليمية ومصالح دولية، واللي دفع ثمنها الشعوب العربية بشكل عام، دفعتها من دمها فواتير الربيع العربي، دفعتها الشعوب من دمها ومن استقرارها. منطقة القطيف تحديدا تأثرت بهذا الحدث بشكل أو بآخر، وهذا التأثر
حط ضغوط إضافية على العمل الصحفي عندنا، يعني رجع المنطقة إلى حالة الريبة من جديد، كذلك عزز حالة التهميش ورسخها في المجتمع إلى ما قبل الأحداث. طبعا هذه البيئة اللي أتكلم عنها واللي هي ضمن الظروف الاستثنائية هذه، أي جهة إعلامية تسعى لإطلاق أو أي جهة معينة تسعى لإطلاق منصة إعلامية كانت موقع أو تطبيق أو ما شابه، بتواجه تحديات كبيرة. تحديات كبيرة أبرزها تحديين. التحدي الأول مقص الرقيب الرسمي. أنت إحنا كلنا صحف رسمية وكلنا نعمل زي ما تفضل السيد ماجد ضمن إطار الحرية وهامش الحرية المتاحة لنا كلنا. أول ما كان في هذا المقص، الآن موجود هذا المقص ويجرم عليه القانون، تدخل ضمن جرائم المعلوماتية وطيب لخمس سنوات. زين، هذا واحدة. الشغلة الثانية الرقابة المجتمعية. المجتمع هم يراقبك ويطلب منك بعض الأمور، ويطلب منك بعض التغطيات حتى لو كانت مو موضوعية. فأنت في ظل هذا الظرف وظل هالتحديات هذه الموجودة من المجتمع ومن الرقابة، أنت بين زي ما يقول مطرقة الرقيب وسندان المجتمع، أنت في حالة تحدي كبير. طبعا أنا ما بحول الموضوع إلى سوداوي إلى هالدرجة، ولكن يعني حتى العمل الصحفي الحالي بتقاطعني كأنك تشوف باسم ولا شلون؟ إيه طولت. خلينا نكمل كلمة عجل. زين، يعني ضمن مجال العمل الصحفي بشكل عام، تغطية الفعاليات الاجتماعية والأخبار شيء جيد، لكن في حاجة يسموها الصحافة الاستقصائية، إنك تستقصي آلام ومشاعر الناس ومعاناتهم وتسليط الضوء عليها كثير. زي ما تفضل أبو محمد أستاذ بشير لما سلط الضوء على قضية معينة على هذه المرأة يعني تستجدي، بالتالي في الأخير هذه سلط الضوء عليها والناس تفاعلوا إياها وحلوا مشكلتها. وكذلك حتى تسليط الضوء على بعض الخلل في الدوائر الرسمية والحكومية يساهم في معالجتها إلى حد كبير. هذا أنا عندي تكملة بس عشان أتيح المجال للأخوة. إذن أوكي بشير. والله المعوقات كثيرة جدا في الجانب الإعلامي ومجال الشبكات، ولكن أنا أتطرق إلى أبرزها. أول حاجة أنا ممكن أقول ماذا فعلت الصحافة في محاربة الظواهر السلبية في محافظة القطيف. لابد يكون عندنا خطة كصحفيين كإعلاميين لمحاربة الظواهر السلبية اللي موجودة في قاعدة تتكاثر بعضها، السرقات، حالات القتل، أيضا في أشياء ثانية. إحنا كبث الواحة بدينا في طريق بعمل استبانات من خلالها نعمل دراسات، استغلنا العدد الموجود عندنا. الدراسات هذه ننشرها على بشكل تقريبا كل أسبوعين، ننزل استبيان نسأل فيه الناس وش رأيكم في هذا الموضوع، وش الحل، وش بعض الأشياء اللي ممكن نستخدمها أساس نقلل من هذه المشكلة. والحمد لله لقينا في تجاوب من خلال التفاعل ونقل الخبر الموجود عندنا. نقول الحاجة الثانية، المعوق الثاني، الإعلامي الشامل. نفتقد في القطيف، لا أو لا نقول نفتقد، نقول إن في قلة أو شح في تواجد الإعلامي الناجح. وأتكلم إعلامي الناجح ليس فقط ناقل الخبر، رحت إلى الفعل الفلانية أو غيرها ونقلت الخبر، لا. لابد أن أنا كإعلامي ناجح أني أسعى إلى الخبر اللي يهم الناس أكثر، اللي ممكن يستفيدوا الناس منه. هذا إحنا نفتقده، وأتوقع أنه من واجبنا إحنا كشبكات أن نسعى في تدريب باقي الجماهير أو باقي الناس الهواة في الإعلام من خلال المدربين الموجودين، أستاذ حسين العلق، أستاذ جعفر الصفار وغيرهم، ما يقصروا إن شاء الله. جميل. إذن نختصر المعوقات التي تواجه الشبكات الإخبارية المحلية: الانتشار وتلبية الطموح الجماهيري سيد ماجد، تهميش الإعلام الرسمي وممارسة المقص الرقيب زهير، الإعلام الشامل أو الإعلام أو الإعلامي الشامل الناجح، وأيضا دور الإعلام في محاربة الظواهر السلبية في مجتمع القطيف. بترك لكم المجال الآن، يعني قبل ما نختم، على 3 دقائق عندكم حسب ما هو موجود عندي إن ورقة عمل. أترك لكم المجال على 3 دقائق.
زهير انت شكلك مرتب اوراقك. لا مخربطهم شوي. هو طول من شوي تعطوني بالمره. استاذ بشير. طيب زين استاذ بشير تفضل. انا من شوي تطرقت الى نبدا عن الصحيفه ما راح اتكلم، انا راح اتكلم عن الجانب الاجتماعي للصحيفه اللي قادره تخدم فيه المجتمع، وايضا عندي احصائيات ان شاء الله راح لاول مره اكشف عنها قدام الجماهير وان شاء الله ترضي طموح الجميع. طبعا الصحيفة مثل ما قلت لكم إن هي تتكون من عدة قنوات، عندنا قنوات الأخبار، قنوات المجتمع، قنوات الأسرة، قنوات الرياضة، وأيضا الوفيات والإعلانات والمنوعات. طبعا أي شخص ما يحب مثلا أن يكون عند المجتمع أو غيره يقدر يشيله يحذفه، يصير عنده بس الأخبار أو غيره يعني. أنا راح أتكلم من الجنب الاجتماعية فقط، ما راح أتكلم عن أقسام الأخبار. إحنا في عندنا أكثر الأقسام عندنا مجانية، مثلا عندنا نعلن دائما عن الوظائف، يا كم توظف شخص عن طريق بث الواحة، كيف أن نقدر أن يكون في عندنا مصداقية من خلال هذه الأشياء. طبعا في عندنا من خلال بث الواحة في عندنا كول سنتر أو خدمة عملاء، وعندنا رقم موحد. تعرفوا ان في ناس ضعاف نفوس ممكن يستغلوا اي مثلا اي جانب، مثلا الجانب النسائي لو حاب يبحث عن وظيفه احد بيرسل لنا، صاحب مؤسسه بيرسل لنا مثلا اعلانه ان احنا محتاجين وظائف، وهذه طبعا نتبعها في الاخبار وفي جميع الاشياء. اي خبر يجينا عن طريق الواتساب او عن طريق اشياء ثانيه نحاوله على خدمات العملاء، وايضا نحاوله على قسم التحرير. عندنا قسم البوابة، قسم البوابة ويهتم بأيضا مثل ما قلنا فاد الكثير من الناس، الأسر المنتجة، وقدروا يفتحوا لهم أماكن، مثل ما قلنا المرأة الأخيرة اللي فتحت لها المطعم. أنا الآن راح أحول على الإحصاءات اللي عندنا. هذه الإحصائية من السيرفرات اللي عندنا، طبعا في عندنا خمسة سيرفرات في أمريكا، طبعا أخذنا سيرفرات في أمريكا على أساس نحصل على جودة الأداء من خلال متابعينا. مثل ما أنتم شايفين عندكم اللون الأصفر، هذه عدد المشاهدات في شهر جانيوري، أو عدد الزوار نقدر نقول، حوالي 6 ملايين شوي. عندنا عدد الدخولات مثل ما قال أبو هادي أن ممكن أن أدخل على الموقع أكثر من مرة، على الدخولات وصل إلى 65 مليون وأكثر. عدد الدخولات اليومية تقارب المليونين وشوي، مثل ما أنتم شايفين اللون الأزرق الفاتح، هذه عدد الدخولات على المواضيع اليومية اللي إحنا ننزلها. من خلالها نقدر نعمل إحصاءات على المواضيع المحبوبة لدى الجماهير ونزيد فيها أو نقلل منها. أيضا شايف عدد اللون الأصفر عندكم، هذا عدد الدخولات اليومية باليوم. الساعات النشطة، في بعض الساعات نشطة، في بعض الساعات تكون فيها الناس نايمة ما تتابع التطبيق بشكل أو بآخر. وأخيرا أنا ممكن أقول لكم عن هذه المناطق أو الدول اللي تتابع التطبيق بث الواحة. الحمد لله رب العالمين، بدايتها بالسعودية، وفي عندنا موجودة في بريطانيا وأمريكا والعراق وإيران والبحرين ومختلف الدول قاعدة تتابع. طبعا أنا أقول إنهم القطافة أو غيرهم قاعدين يتابعوا التطبيق في أماكن ثانية، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة عندنا مفاجأة راح تسر أهل الشرقية وأهل الأحساء بشكل خاص، راح تنزل إن شاء الله قريبا وراح ترضي الجميع إن شاء الله، إن حاجة داخل القطيف قاعدة تتوسع. شكرا. جميل، نتمنى لكم التوفيق. بث الواحة تخدم القطيف إن شاء الله. نشوف ها لكم المايك. طبعا أنا ما بتكلم عن التطبيق أو الخدمة الأخبارية اللي نديرها، لأن يعني الجمهور هو أدرى أو المتابع هو أعرف بحالها، يعني يمكن يكون أكثر منا بعد، لأنه هو المتابع في النهاية وهو المتلقي في النهاية. ولكن لابد أن الجميع يطلع على بعض الأمور، أو يعني قد تدور في مخيلة بعض الأسئلة والأمور لابد أن يعني يجد إجابات لها. يعني المنطقة هنا
تمر بظروف يعني مرت بظروف أمنية وتربوية وسياسية ودينية ومشاكل يعني من هذا الجانب، كان يمكن البعض ينظر إلى هذه الشبكات أو الصحف الأخبارية أنها تكون لها دور في حل هذه الأمور، سواء في تشكيل رأي عام مثلا يحاول أنه يحل هذه المشاكل، أو إيصال صوت معنيين أو متخصصين للتصدي لهذه الأمور، أكرر التربوية، الاجتماعية، السياسية، الأمنية، الثقافية، من كل الجوانب. للأسف الشديد الشبكات لظروف أو أخرى يعني لا زالت تمارس دور الإعلان وليس الإعلام فقط، يعني دور الإعلان وليس الإعلام، يجي تجي مادة وزي ما قلت في السابق ينشرها، وحدث معين يزوره مهرجان أو آخر يوثقه. ولكن هل يتحمل أصحاب هذه الشبكات هذه المسؤولية مثلا غياب هذا الجانب أو لا؟ أعتقد أن هذا المجتمع لابد أن يكون شريك فيه، يعني إحنا لوحدنا ما نقدر نتحمل هذا الأمر. إحنا قد نتبنى مثلا نتبنى رأي المصلحين السياسيين أو يعني بحجم المساحة المتاحة إلينا، حجم المساحة مساحة الحرية المتاحة إلينا، رأي المصلحين السياسيين أو الثقافيين أو الدينيين أو إلى آخره. أعتقد في صوت طالع زين. ولكن غياب النقد البناء، غياب النقد البناء أو غياب دور المشاركة من أبناء المجتمع مع الشبكات هذه هو اللي غيب هذا الجانب، وخلى الشبكات هذه هي مجرد شبكات إعلانية لا إعلامية بالحد يعني خلنا أقول الأدنى يعني بهذا الشكل. إذن غياب دور المشاركة المجتمعية، والله هذا السؤال لكم في الحقيقة يا جمهور، بعدين إن شاء الله نشوف كيف إحنا نجاوب عليه بعد ما نستمع إلى جهينة الإخبارية. خبرونا يا جهينة، خبرونا. عند جهينة الخبر اليقين. خمس دقائق. زين. يعني هو امتداد لحديث السيد اللي تكلم فيه، أما ما في صوت ولا. زين. امتداد لحديث السيد. يجب أن لا يقتصر دور المؤسسة الإعلامية أو الصحفية على مجرد نقل الخبر، يعني أن أنت يجيك خبر تتواصل مع الناس من أجل استقصاء الخبر وتحصيل المعلومة، هذا أمر جيد، ولكن ضروري الجهات الإعلامية والمؤسسات الصحفية أن تعزز حالة ما يسمى بالمواطن الصحفي. زي ما أنتم عارفين الآن مع وجود الإنترنت العديد من شبكات التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك وتويتر، وإضافة إلى الواتساب والتليجرام، الآن جزء من شبكات التواصل الاجتماعي تعد جزء منها. المواطن العادي يقدر يصور صورة وعلق عليها وعلق على الحدث وينشره، ولكن بسبب افتقاره إلى أساسيات صناعة القصة الخبرية فتنزل القصة والخبر مشوه أو مبتور. وهنا يجي دور المؤسسات الإعلامية، من الضروري أن لا يكون العلم الصحفي حصرا على الصحفيين أنفسهم فقط، لازم ينشر هذا العلم، وهذا أشوف أن ضروري المؤسسات الإعلامية تقوم بإعداد ورش عمل، ورش صحفية، تدريب صحفيين على التقارير الخبرية وحتى على كتابة المقال الصحفي. يعني جزاه الله الخير أبو علي الحسين العلي قدم العديد أو العشرات من الدورات الصحفية اللي ساهمت في تعزيز وتمكين المجتمع من العمل الصحفي، وتخرج من تحت يده كثير من الصحفيين، وكذلك الأستاذ أبو بنين جعفر الصفار. حتى على مستوى المقالات من مواقع التجربة، بعد ما قدمت هذه الورش الكثير من الجهات، بعض الجهات مؤسسات خيرية وجمعيات، لمسنا فرق كبير بنوعية الخبر وطريقة سبكته، وريحنا حتى احنا كإعلاميين، يجيك الخبر تقريبا شبه جاهز، إضافة إلى دورات كتابة المقال الصحفي اللي ساهمت في تعزيز الأقلام الناشئة، حتى لغتهم، اللغة اللي كانوا يستخدموها في المقالات صارت أكثر أناقة والفكرة صارت أكثر نضوج. فهذا ضروري أشوف أن جميع المؤسسات الإعلامية تنتبه إلى تعزيز وتمكين المجتمع بهذا الاتجاه على أقل التقدير.
إذن غياب أو عدم الاقتصار على نقل الخبر بمعنى المواطن الصحفي، وأيضا المساهمة في إعداد ورش عمل وتقارير صحفية تقوم بها الجهات الإخبارية خدمة للمجتمع. ننتقل للجمهور العزيز، حياكم الله، نستقبل تساؤلاتكم. الأخوات في تساؤل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هدى القصاب، مرشدة طلابية. أولا أتفضل بالشكر الجزيل، أتقدم الشكر الجزيل لمنتدى الثلاثاء في المقدمة راعي المنتدى، وإلى ضيوف شبكات التواصل شكر خاص طبعا لتعاونهم معنا في نشر البرامج الهادفة. وطبعا لا أتحدث عن برامج الاعتيادية التي تأتي بها الخطة التشغيلية، وإنما أتحدث عن برامج يكون من ضمن أهدافها أنها تتعدى أروقة المدرسة إلى المجتمع والمدارس الأخرى. طبعا هناك الكثير من الجوانب الإيجابية التي حققتها لنا شبكات التواصل من خلال نشر البرامج، منها طبعا الوعي في المجتمع، خصوصا بالنسبة لبرامج الوعي الوقائي والوعي السلوكي والمهني إلى آخره. هذه طبعا حققت نتائج ولمسناها من خلال تواصل بعض أولياء الأمور معانا والمدارس الثانية، حتى مدارس البنين استفادت من بعض برامجنا. أيضا في بعض ما نشر طبعا من استضافات ذوي الاختصاص في المدرسة أكسب المدارس الثانية وعي بتحدي العراقيل والعقبات والأنظمة البيروقراطية التي يضعها المكتب أمامنا في الاستضافات. ما أود طبعا أتمنى أن توضحوا بالنسبة لكتابة التقرير، لما نعد التقرير يعني ما هي النقاط التي يجب التسليط عليها في كتابة التقرير، بدل مثلا من معدة التقرير تكتب قصة حياتها مثلا في التقرير وترسل إليكم بشكل مقدمة في إسهاب طويل يكون أحيانا طبعا. فأتمنى التركيز على هذا. نقطة ثانية، من خلال الإحصائيات اللي عرضت لاحظت أن بالتحديد بث الواحد يعني قلت أن احنا نركز على أعداد الناس أو الجماهير اللي مثلا استهواها هذا الخبر أو قرأت هذا الخبر. طيب احنا لما يعني يكون هذا التركيز فقط، مجتمع عندنا ما وصل إلى درجة الوعي الناضج. وذكرت طبعا فكرة القرد المتنطط هذا إن استهوى الكثير، فإذا احنا رح نبحث عن أشياء مثل هذه، قرد متنطط ما أدري كيف، وحتى نركز عليه. شكرا أستاذ هدى القصاب، شكرا جزيلا لك. معلش أنا برجع للأستاذ حسين أبو علي، هو كان من البداية. تفضل الأستاذ حسين وبرجع لكم الآن يا أخوان. تفضل الأستاذ حسين. السلام عليكم. أنا في الحقيقة يعني كقارئ وكمتابع للشبكات كأحد الجمهور أقدر أقول إن هو بلا شك شبكات سلاسل الأصدقاء موجودين أمامي حققوا نجاح باهر وجهودهم مشهودة، ويقول الشاعر شو يقول؟ صلى على محمد. يغششني زهير شوف بس ما بقول. بما معنى لا يعلم العشق إلا من يكابده. أحسنت أحسنت. بحكم تجربة أقول إن هو هذا العمل عمل مضني ومتعب ويحتاج لجهود وتعب وربط الليل بالنهار، هذا شيء خالصين منه. بس أنا في الحقيقة تسمحوا لي يا أخوة شوية بقص عليكم. أنت صاير قلمك صليط، أنت مو في الكتابات بس حتى في المداخلات. تفضل. خلوا اسمحوا لي بهالقسوة شوية. وصلت إلى الجمهور هذا بلا شك، وهذا نجاح يحسب إليكم. بس أنا في تقديري أنتم أمام مرحلة ينبغي أن تنتقلوا إلى مرحلة صناعة الرأي. سيد ماجد تطرق لهذا الموضوع لامس بحساسية، بس ما راح للأخير. في الحقيقة يبدو لي أنا
المهمة الأساس لكل جهة إعلامية هي صناعة الرأي. وهذا الموضوع ما ينفع بس أقول والله هذا الجهود هذه بتصنع رأي أو تصنع أو ما تصنع، لا، هذا تحدي. والتحدي الأساسي أنا أعطيكم مؤشر واحد بس، متى ما أصبح الإعلامي صديق للسياسي فسد الإعلامي وفسد السياسي. هذا مشهورة ومعروفة عالميا، ولكن نعرف احنا الخطوط الحمراء على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني. بس اللي ما أفهمه ليش الخطوط الحمراء على المستوى الاجتماعي، على المستوى الديني، على المستوى باقي الثقافي. أخشى يعني أضرب لكم بس مثال بسيط، واحد من فرحان يهاجم بعنف ومن زاوية دينية صرفة ومحافظة يعني ومتخلفة، ما شفت أنا وسيلة إعلامية انبرت للدفاع بهدوء يعني مناقشة هذه القضية. قد يكون ملامسة بطريقة أخرى ولكن ليس على مستوى يعني مناقشة الفكرة وفتح نقاش حر وصدام. خلينا أقول مشكلتنا إحنا نخاف من الصدام، ومتى ما أصبحت الوسيلة الإعلامية جبانة لن تصنع رأي عام. حتى باختصر، حتى تصنع رأي عام يجب أن تصادم رأي الجمهور، يجب أن تكون في احتكاك مع الدين ومع السياسة ومع الاقتصاد ومع الثقافة ومع المجتمع. الوسيلة الإعلامية إذا تبغى تصير بس مجرد صديقة وتلقى التصفيق والرضا من الكل لن تصنع رأي عام. يجب أن تضحي، يجب أن تصادم الرأي العام في كثير من الملفات، تفتح النقاش فيها، الرأي والرأي الآخر كما يقال. أما اللي يبغى بس السلامة ويخاف هذا يتكلم عليه ويخاف يجي تلفون من هذا وهذا ممكن يهاجمه ودي يتكلم عليه، هذا ما رايح يصنع يعني رأي عام. أنا أدعو إلى أنه بالفعل الشبكات الإخبارية، وأنا عارف ظروفهم بشكل جيد، أن يفكروا بهذا الجيد يعني حسنت في محاولة صناعة رأي حقيقي. شكرا. أحسنت. أترك لكم المجال بس يا أخوان للإجابة، بس بعد ما نأخذ المداخلة الأستاذ محمد. فأقول أنا حاجة واحدة، مفترض المجتمع مثقفين إعلاميين رجال دين يوعوا الناس وثقفوا الناس بحجم الإعلامي ومكانة الإعلامي في وسط المجتمع. من أي ناحية؟ من ناحية أن هذا الإعلامي يا أواد مفهموا أن عنده حدود معينة ما يقدر يتجاوزها. يعني أنت لا تطالبني بشيء أنا أكبر من أنا من حجمي أنا يعني في كمحيط إعلامي. يعني هذا الشيء. جانب ثاني، أتمنى أبو باسل أثار موضوع الدعم للإعلام. يعني أنا وهذا أربط بكلام، فأنا أمنيتي أن يكون إحنا عندنا إعلام مرئي وليس إعلام مقروء في صحف إلكترونية. يعني أتمنى من رجال الأعمال يتبنوا فكرة إنشاء، يعني الآن في الدمام قناة الدمام هذه قناة خاصة، ليش ما يصير عندنا إحنا قناة القطيف؟ يعني جت عندنا 14 يعني دينية في النهاية قح يعني ما وراحت بعد تقريبا. طيب إحنا ليش ما يصير عندنا قناة إخبارية في القطيف من القطيف نفسها هنا؟ أحسنت أبو علي، يعطيكم العافية. الحاجة للحماية الإعلامية للإعلامي من المجتمع، وأيضا الحاجة إلى قناة تلفزيون أو إعلام مرئي في القطيف. أبو علي، أستاذ حسين جميعان تفضل. السلام عليكم. حسن جميعان، الكل يلاحظ يعني مثل ما أنا لاحظ من الأخوة والأخوات، بعض الأحيان تكون هناك حالة صراع غريبة عجيبة بين الشبكات والمواقع اللي في البلد هنا. فأنا أدعو إلى وضع ميثاق شرف بين هذه الشبكات. جميل. يعني ما يصير هذا كل واحد كسرة عظم. إحنا كلنا في هذه في البلد هنا من أجل خدمة هذه المدينة الوادعة القطيفة، وليس كسر بعض يعني. أحسنت أبو علي. فشكرا. أحسنت. شكرا جزيلا لك. موضوع ميثاق العمل الإعلامي مهم جدا جدا جدا، مهم للعمل الصحفي. ما عندك أدوات تنزل الميدان ما ينفع.
جلس في البيت، لا تسوي ولا خبر ولا تسوي صحي ولا تحرر خبر. نشوف الأستاذ علي. أستاذ علي تفضل. أبدأ بموضوع تكرار الخبر في الشبكات. أوكي، أنا أرى حقيقة أن فيها تميز، يفترض أن نقل الخبر في الشبكات ثلاثة أو أكثر يفترض يكون فيه تميز من ناحية يعني خلينا نقول عمق الخبر كذلك. أوكي، لأن يفترض الخبر لازم يكون معاه تحليل، طريقة طرح. أوكي، فيفترض أن كل شبكة لها صياغتها وتحليلها، فيفترض هذا مجال أنها تكون الخبر ما يكون مكرر. النقطة الثانية، كنت بسأل حقيقة للشبكات الثلاثة، نحن في المملكة عندنا شركاء في الوطن، أوكي، في المناطق الثانية، ماذا نصيبهم من برامجكم؟ أوكي، وأنا أرى أن هذا جزء مهم، لأن لها مردود على الأقل، بيكون عبارة عن قناة نقل الأخبار، أوكي، التواصل، أوكي، قد يكون الاستضافة، المقابلات وغيرها، أوكي، يعني هذه يعني تودينا إلى موضوع آخر، وهي يعني أنتم تكلمتوا إلى شح المراسلين. أكيد يعني الواحد لما يقعد يفكر على أن في سبل كثيرة لتبسيطها، أوكي، يعني الآن الجوال وغيرها والشبكات ممكن، أوكي، يعني وضع معايير مخففة تستقطب كثير من الشباب حقيقة ذو الطاقات إنه يكونوا مراسلين. أنا أشوف كذا. قد يكون الغلطان. باقي نقطتين معليش. نقطة واحدة فقط. أوكي، إذا أختار خيرة أشيل اثنتين مع أنهم مهمة وبروح لآخر نقطة. يا ريت. استجابة لك. تحفيز للشبكات، أتمنى أن تنبري جهة ما لعمل جائزة سنوية. جائزة. وفق معايير معينة. شكرا. جائزة سنوية وفق معايير معينة. أستاذ علي شكرا جزيلا لك. أنشطة القطيف وهذه الشبكات أو الصحف ونحو العولمة وما لاحظناه خارج المنطقة وما عرضتموه من الأماكن اللي وصلت عالميا، لماذا لا يكون هناك زاوية تهتم ب لغة عالمية أجنبية، يعني ولو مختصرة عن الأخبار الفنية، الأخبار، أخبار الأنشطة في المنطقة، لأن في الخارج أنا ألمس أنهم في حاجة ماسة، هم يقرأوا بالعربي طبعا، ولكن هناك في لهم زملاء أجانب ولهم أيضا المؤسسات التي يتعاملوا معها، جامعات، أعمال، يود ظهورها، يعني تكون بشكل مباشر. الكثير هناك من يود قراءة هذه الأخبار باللغة، فحبذا لو كانت هناك زاوية ولو بالاختصار باللغة الأجنبية. أحسنت، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرسول. في الحقيقة سجلنا العديد من النقاط المهمة، بعدين نشوف نتواصل مع الأخوة الزملاء في الجهات الإخبارية. ما أتوقع أن في مجال أستاذ بشير. دقيقة أقل، لأن في بعض الأشياء. أعطيكم فقط نصف دقيقة إلى كل شخص. طيب. نصف دقيقة إلى كل شخص إذا سمحت لي. تفضل أستاذ بشير. طيب، بالنسبة للأستاذ هدى القصاب، شكرا أول شيء للمتابعة. أنا ذكرت الإحصاءات لسببين. أول حاجة أنا قلت إنه يهم للناس الخبر الجانب الإنساني والأمنية، ويعتبر مثل ما ذكرنا خبر القرد وغيره هذا جانب إنساني، الناس تحب إنه تطرق لهذه الأمور. فهذه، والشيء الثاني في فك الظواهر ونعرف وين يروح الناس يعني بالضبط وين يحبون. الأستاذ حسين العلق تكلم عن الانتقال لصناعة الرأي وغيره، واحدنا فرحانة. احنا كانت لنا الأسبقية في استضافة لما صارت الهجمة على المهرجان السنة اللي فاتت، استضافنا رئيس المهرجان عبد الرسول الخميس في عندنا برنامج صوتي إذاعي اسمه صدانيم، يعني جيبه وخليه يصطدم بالناس، وفتحنا الحوار مع الناس وقاموا يسألون مباشر، هو جاوب ونزلناها بالحذافير، ما حذفنا ولا حاجة. فإحنا يعني رقينا في هذا الموضوع، وإن شاء الله إحنا في طور قناة إعلامية، أستاذ محمد تركي في طور إن شاء الله تأسيس قناة إعلامية في المستقبل بإذن الله. الأستاذ حسين الجميعان، أنا أؤيدك من خلال ما قلته إنه المفترض يكون في ميثاق عمل، وإحنا إن شاء الله مع الإخوان واعين لهذا الشيء، وبين اتصالات على إذا ما تعرفوا إنه في بين اتصالات أنا والسيد ماجد أكلمة دائما ومحمد التركي على تواصل دائما على الفكرة.
انت كبير وش تسوي بعد؟ انا في الفضائح. الاخ علي الراضي، بالنسبه الى شركاء الوطن تتكلم عن دارين وعنك ولا شنو بالضبط؟ مستوى العام يعني. احنا وصلنا الحمد لله الى داخل محافظه القطيف، وان شاء الله قلت لكم عن المفاجاه القادمه في المنطقه الشرقيه، راح تتيح المجال للجميع ان يشاركوا بارائهم وان يشاركوا في الجائزه السنويه. ان شاء الله ننظر لها، وايضا الزاويه العالميه باذن الله نشوف لها مقر في بث الوطن. استاذ بشير تاروت، شكرا جزيلا لك. استاذ زهير تفضل. يعني بدخل من مداخلة الأخ أبو علي بخصوص صناعة الرأي أو صناعة الرأي العام يعني، ومن كلام الزميل محمد تركي من يحمي الصحفيين، أنا في رأي صناعة الرأي العام يقودنا إلى السلطة الرابعة اللي يفترض الإعلام يمثلها في البلد. ما في مجال لسلطة رابعة، في سلطة واحدة بس. متى ما قدرنا نحمي الصحفي ديك الحزة نقدر نوفر سلطة رابعة، وديك الحزة نقدر نلامس كثير من الأمور اللي هي ذات الحساسية. الإعلام المرئي أتوقع محمد تركي تكلم عن إعلام مرئي للتلفزيونات، أنا ما أظن يعني في المدى المنظور مع تسارع التقنية أظن التلفزيونات بشكل عام والدشوش هذه بتنتهي، لأن الآن ما نتكلم عن الخلايا الضوئية وسرعة نقل المعلومة وسرعة نقل الفيديو والصوت. كل واحد يقدر يسوي قناة تلفزيونية خلال 5 سنوات تقريبا، كل واحد يقدر يسوي قناة تلفزيونية الفول اتش دي من بيتهم. فبالتالي أتوقع الدشوش هذه بتروح تصرعتها يعني. صراع الشبكات ما أظن أن في صراع حقيقي، أو يمكن في اشتباه، في تنافس، والتنافس هذا بين الشبكات هو من أجل خدمة الناس. هذا يفترض أن احنا نكون نحسن الظن في بعضنا، في تنافس، وإن شاء الله هذا التنافس لا يخرج عن إطار التنافس الشريف. هذا بخصوص الأخت الكريمة هدى تطرقت إلى كيفية صياغة الخبر الصحفي وما شابه. أنا أدعوها أن هي تجمع عدد من الأخوات مستعدين في جهينة الإخبارية، نقدم دورة صحفية لهم في أي وقت فضلوا، كانت في جهينة أو عدهم. لك الشكر الجزيل أستاذ زهير. السيد ماجد تفضل. من بعد اللقاء لنقطتين، برجع إلى كلام الأخ أبو علي. طبعا أنا أشرت إلى هذا الشيء في كلمتين، يعني الشبكات تمارس دور الإعلان وليس الإعلام، فكنت اختصرت، حاولت أني أوصل هذه الفكرة إلى الأخوة بهذا الشكل. هي فعلا تمارس هذا الدور، قد يكون هناك خطوط حمراء في جوانب معينة مثلا سياسية أو أمنية، ولكن لدينا جوانب أخرى اجتماعية ثقافية، هذا ما يمنع، على الأقل ما يمنع أن نحن نقدم الرأي الآخر كما هو مادة خام إلى الآخر، يعني نحمي نفسنا إحنا بهذا الشكل. ولكن للأسف الشبكات لم تقم بهذا الدور بشكل نهائي يعني، وقد يكون السبب أنها تبحث فعلا عن صداقات لا شيء آخر، هذا شيء واضح. أنا بالنسبة لي الأمر الآخر بالنسبة إلى المكونات الأخرى في المجتمع والوصول إليها وأعطاها مجال أو وتأثير هذا الشيء على الانسجام أو التواصل بين أبناء المجتمع، هناك معوقات كثيرة. أول معوقات هي عدم وجود مراسلين، يعني حتى الصحف الرسمية الورقية هي تعاني من عدم وجود مراسلين في هذه المناطق لأسباب أو أخرى، قد تكون أسباب اجتماعية أو ثقافية أو أخرى، عدم وجود. والأمر الآخر، لماذا لا تسعى هذه الشبكات مثلا لأنها يعني تكون حاضرة في المناطق الأخرى؟ هذا طبعا تقصير من الشبكات نفسها، بكل أمانة هو تقصير من الشبكات، هي ما زالت يعني حاطة نفسها الشبكات في عنق الزجاجة، يعني خارج حدود القطيف ما قدرت تدخل، خارج مدنها ما قدرت تطلع يعني الأغلب مدنها. فوافق الرأي في هذا الجانب. سيد ماجد شكرا جزيلا لك. بس بنرجع لزهير في مداخلة سريعة. مداخلة سريعة على التعقيب الأستاذ محمد لو علي الرضي. علي نعم. أستاذ علي الرضي، نقطة جديرة بالاهتمام، أشوف أن كثير أو على جميع الصحف المحلية أن لا تقتصر على الخطاب المحلي الصرف، يعني كثير الآن من أخوتنا خارج القطيف أبناء الوطن إذا بغوا يقرأوا المجتمع
هم حريصين على قراءة المجتمع، بس حريصين يقرأوا أخبار المجتمع من الشبكات اللصيقة بهذا المجتمع وليس عن طريق الشبكات الرسمية أو المواقع الحكومية، لأن لها اعتباراتها الخاصة. وهذا يدعونا إلى أن احنا نتبنى خطاب يفهم الطرف الآخر، يعني نحافظ على قدر كبير من خصوصيتنا، في الوقت هذا نوفر خطاب بحيث الطرف الآخر اللي خارج الوطن يفهم طبيعة شغلنا وطبيعة نشاطاتنا الاجتماعية الموجودة هنا. وهذا النقطة جديرة بالاهتمام، وأشوف أنه يفترض تكون جزء من أولويات أي صحيفة، لأن احنا نقدر كصحف محلية قطيفية أن نجسر العلاقة بيننا وبين أبناء الوطن، تفاعلنا مع قضاياهم وآلامهم ومعاناتهم زي اللي صار في قبل فترة في جدة وغيرها. هذا يوصل رسائل إيجابية لأبناء الوطن إن قلوبنا واحدة. أحسن سلامتكم. أحسنت أستاذ زهير، شكرا جزيلا لك. إذا سمحت لي أنا أداخل نفسي كده وأعطي نفسي رأي من عندي كده على السريع، بقفل الحلقة الآن. إيش رأيكم برابطة إعلامية كده على مستوى القطيف؟ ها؟ إيش رأيكم في رابطة إعلامية على مستوى القطيف تضم نخبة من الصحفيين وتضم جهودكم الجميلة هذه، نتكاتف فيها ونوحدها وندرب عيالنا وندرب بناتنا وننطلق فيها إلى جهد جميل. في الحقيقة يعني هنا محافظة القطيف تعتبر يعني من أكبر المحافظات على مستوى المملكة في كم كبير على مستوى المدارس، على مستوى يمكن ناحية النسمة ما أدري في الحقيقة، لكن عدنا عدد كبير وعدنا جهد كبير. فأنا أرى إحنا لو توحدنا وعملنا رابطة إعلامية مهمتها استقطاب المتميزين الموجودين من أبناء وبنات المجتمع وتدريبهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم والانتقال بهم إلى الميدان. أيضا نقطة ثانية، تقييم العمل الإعلامي. تقييم العمل الإعلامي أنا حدخل في ناحية مهنية شوية بنتعمق فيها، وهي يعني استقطاب جهة بحثية معينة تقوم على عملية فلترة وتقييم الجهات الإعلامية. أنتم إيش نزلتوا اليوم؟ ضربتوا لي المجتمع، هل هذا يعتبر خبر مناسب أو لا؟ فأنا أقيس من رأي المجتمع أيضا من خلال هذه الأداة التي تكون لقياس مؤشر المصداقية ومستوى الجهد اللي بذل في هذه الصحيفة، على غرار ما يتم يعني تقريبا في الصحف الموجودة في الغرب. في عندنا الصحف في الغرب تقريبا بتعمل عملية التقييم الذاتي مثل هافينغتون بوست بريطانية إلى آخره تقريبا. أنا رايح أختم الآن أبو علي، ما عندي مجال أبدا. أنا أشكر في الحقيقة حضوركم، أثريتوا في الحقيقة الحلقة اليوم حضور حافل، والشكر الجزيل لجميع الإعلاميين والإعلاميات المشاركين. تحية لكم أيها الأحبة. نختم لقاءنا طبعا بشكر خاص إلى راعي منتدى ثلاثاء الثقافي المهندس جعفر الشاي، بقدم له الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لإدارة هذا الحوار. الله يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يعني هو فكرة الكتاب هو ملخصات الكتب، يعني التضخم المعرفي الآن أصبح واضح جدا مع قلة القراء ومشاغل الناس الآن، مشاغل كثيرة جدا في الحياة. طيب هذه ماذا عملت القراءة؟ القراءة طبعا تقلصت الآن كثير، إذا بقي وقت فبرامج طبعا البرامج الاجتماعية وبرامج الإعلام أخذت كل هذا الوقت يعني. طيب ما هو الحل؟ كيف نشجع الناس على القراءة؟ خاصة القراءة الآن جدا تقلصت في هذا الوقت. طيب الحل يعني من ضمن الحلول هو التلخيص، إن نلخص الكتب. الذي لا يستطيع أن يقرأ كتاب 200 صفحة 300 صفحة 400 صفحة يقرأ كتاب، يقرأ ملخصة 20 صفحة 25 صفحة 15 صفحة 10 صفحات، يعني نعطيه زبدة الموضوع كما يقولون، زبدة الموضوع تماما. طبعا هذا لا يغني عن الكتاب الأصلي، الكتاب الأصلي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، لكن هذا يعطيه نبذة كبيرة عن الكتاب الأصلي، وبإمكانه إذا عجبه الملخص أن يشتري الكتاب الأصلي. طيب هذا كتاب الآن طبعا من الكتب القليلة في المكتبة العربية بعنوان قفزة كبيرة الأمام،
يحتوي على 70 ملخص لكتب التطوير الذاتي، 70 كتاب في 3 أجزاء. هذا الجزء 19 كتاب، وهناك الجزء الثاني والجزء الثالث إن شاء الله. طيب لماذا التطوير الذاتي دون يعني اللي هو ملخصات الكتب الأخرى؟ الآن التطوير الذاتي طبعا حاليا هو ممكن أن احنا نقول أن الإقبال عليه كبير جدا، التطوير الذاتي. ما هو السبب؟ السبب طبعا أنه يزود اللي هو القارئ بمهارات كبيرة وكثيرة. ممكن يعني ممكن تقول أن هذا كلام انحياز، ولكن أنا أعتبره نوع من الواقع. الآن لو واحد قرأ كتاب في جغرافية مثل رومانيا، أو في تاريخ مثل الفلبين، أو في شيء معين أو نقطة معينة في الفلسفة، قد تعني له شيء، قد فيها فائدة، لكن الفائدة الأكبر هو لو قرأ كتب التطوير الذاتي اللي طبعا تقدمه نحو النجاح. لأن كتب التطوير الذاتي بماذا تعني؟ هي باختصار خبرات الحياة، هي باختصار خبرات الحياة، خبرات الأسرية، ممكن أنه يلم بالخبرات الأسرية وينجح في حياته الأسرية. إذا بيفتح مشروع يروح يقرأ أيضا عن الخبرات اللي هو المهارات الاقتصادية المالية، المهارات الاجتماعية، المهارات النفسية وهكذا. فعندما يقرأ هذه كتب التطوير الذاتي فحياته طبعا تتقدم، وممكن أنه يختصر على نفسه كثير من المعوقات والصعوبات، كثير جدا. ولهذا اعتبرها يعني كتب التطوير الذاتي. طبعا عندي كتب اخرى ايضا في غير كتب التطوير الذاتي، في عندي ملخصات لكتب في الفلسفه وفي العلم الاجتماع وعلم النفس، وان شاء الله اذا نجح الكتاب ان شاء الله نخرجها تباعا. لكن اعتبر من وجهه نظري الخاصه ان كتب التطوير الذاتي مهمه جدا، مهمه جدا، لان حتى يعني حتى الانسان ينجح في حياته لابد أن يقرأ هذه الكتب، على الأقل يقرأ ملخصات هذه الكتب. الكتاب الجزء الأول من هذا الكتاب اللي هو قفزة كبيرة الأمام يحتوي على 19 ملخص، يعني 19 كتاب. تنوعت هذه الكتب التطوير الذاتي كثيرا، منها كتب تتعلق ملخصات تتعلق بالمهارات المالية، بعضها مهارات أسرية، بعضها مهارات اجتماعية، بعضها مهارات نفسية في مجال العلاقات بين الناس، يعني تنوعت كثيرا. طبعا اللي هو بالنسبة إلى نعود إلى موضوع التطوير الذاتي، أنا أعتبر أنه القراءة في هذا الموضوع مهم جدا، خاصة الآن كثير من المهارات تعوز الناس، يعني لأن الآن قلة القراءة وقلة الاطلاع جعلت كثير من الناس يحتاجون إلى تنمية مهاراتهم في جوانب معينة، فهذه الكتب طبعا تعطيهم هذا الجانب. حتى لو طيل عليكم، طبعا الكتاب هو يباع في المكتبات ب40 ريال، احنا طبعا عاملين له تخفيض 10 ريال، والكتابين 15 ريال تخفيض. طبعا أشكر القائمين على المنتدى والأستاذ جعفر الشاي وأبو هادي والأخوة والأخوات الحضور على إتاحة الفرصة للتعريف بالكتاب وبالتعريف أيضا بالأهمية هذا الجانب في حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أقف هنا أتحدث نيابة عن مؤسس المجموعة الكشتاوية عبير الفرج. طبعا انطلقت الكشتة الفوتوغرافية قبل 2 تقريبا، واحتضنت في بدايتها مجموعة من الأطفال، تم تدريبهم على بعض أسس التصوير مع عدد من الكشتات المنطقة في الأحياء الشعبية والمناطق التراثية، ومجموعة من المزارع شاركوا بعدها في مهرجان النخلة بمعرض فوتوغرافي. طبعا اجتمع عدد من مصورين ومصورات من محترفين وهواة في عدد من الكشتات لتغطية بعض الأحياء الشعبية في مختلف من مناطق المملكة. طبعا كانت انطلاقتها بداية ب 12 مصور 12 مصورة و8 مصورين، الآن حاليا وصل عددهم إلى 40 مصور. طبعا تهتم هذه المجموعة
إبراز أمنا القطيف وإخراجها بلوحة فنية جميلة. كانت للكشتة طبعا جولات توثيقية وفنية إلى بعض مناطق والأحياء الشعبية في القطيف مثل حي المسورة وحي الزريب القطيف وحي الديرة وتاروت، كما رتبت المجموعة عددا من الورش في مزارع منطقتنا. عائلة كشتة كان لها رؤية وهدف واحد اجتمعوا على تحقيقه، ولعل هذه الكشتات تساعدنا نحن كمصورين على تجميع مواد فنية نجمعها مستقبلا وإخراجها على شكل موسوعات أو ألبومات. طبعا شفنا المعرض، هذا جزء من معرض شاركنا فيه سابقا في مهرجان النخلة، تقريبا كان عدد لوحاته ما يقارب 70 لوحة، وطبعا هذا جزء منه. حاولنا في إبراز طبعا حياة الناس قديما وبعض الحرف القديمة وإخراجها بصورة فنية، وكما ركزنا على بعض المباني القديمة لإظهار إبراز النقوش والأبواب والنوافذ. وفي الختام نشكر الأخوة والأخوات الكشتاوية على جهودهم وعلى ما قدموه في جميع مشاركات الفعاليات، نسأل الله التوفيق لنا جميعاً.